السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل المسألة رقم 11 في مشروع اقدر، فخليكم معايا. تمام. فالمسألة بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو انت عندك 20 في 20، ماشي، يعني عبارة عن مستطيل 20 في 20، والمستطيل ده عبارة عن مجموعة من ارقام. تمام. بيقول لك الاربع ارقام دولت اللي هم اللون الاحمر دولت، اتعلمهم، دولت عبارة عن ارقام في قطر. تمام. لو احنا جبنا حاصل ضرب الارقام دولت، الاربع ارقام دولت، هيديك الناتج ده. تمام. فهو عايز ايه؟ هو عايز يجيب اكبر حاصل ضرب المجموع لاربع ارقام متجاورية، بس بحيث ايه؟ بحيث ان هما يكونوا الارقام دولت يعني متجاورين، مثلا عمودي او افقي او دياجونال او قطري. تمام. فهو عايز يجيب اكبر حاصل ضرب فيهم. طب هنرجع للكلام ده كله بعدين. فتعال بقى نبدأ من هنا. دي طبعا دي شكل اللي دي اللي هو المستطيل بتاعنا اللي فيه الارقام. تمام. ففي مسألة في بروجكت اولر احنا حلناها قبل كده، كانت مسألة رقم 8، كان فيها نفس الفكرة بالظبط. يعني كان بيقول لك عايز اكبر يعني مس حاصل ضرب الاعداد، بس يكون 13 عدد متجاورين. تمام. بس ما كانش نفس يعني ايه النظام، بس هو نفس الفكرة ان احنا كان عندنا يعني ايه سترينج او نص، وبنحاول نعدله بحيث ان احنا نخليه عبارة عن ليست نقدر نشتغل عليه. تمام. فده اللي احنا نعمله هنا. يعني لو انت مش فاهم اي حاجة، او انا مثلا يعني نسيت ان انا اشرح حاجات، فارجع للفيديو ده برضك هيفهمك كتير. طيب، فاول حاجه احنا عندنا الانتجريد ده عباره عن يبقى مين؟ هي عباره عن الليست بتاعتنا. تمام. وكل والليست ده جواها مجموعه من الليستس او مجموعه من الصفوف، ماشي، بحيث ان كل ليست جوه الليست ديت عباره عن صف، ماشي، الصف الاولاني، الصف الثاني، الصف الثالث، وهكذا. تمام. فاللي احنا نعمله ايه؟ هنقول له جريد دوت ستريب دوت سبليت سلاش ان ستريب ده عشان ايه؟ عشان لو في اي مسافات فوق هنا او تحت هنا برضك يشيلها. تمام. طيب وسبليت سلاش ان معناها سبليت ايه؟ معناها ان هو افصل عند مين؟ عند نهايه كل سطر. تمام. هيفصل هنا، فيديك هنا ليست، وبعد كده الليست اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، وهكذا يعني. تمام. وبعد كده هنقول له بقى النمبرز، هقول له هاجي بقى على كل لاين او كل صف عندي. تمام. هشوف بقى الارقام اللي موجوده فيها، هحولها الانتجر. تمام. وبعد كده بعد ما اخلص خالص، اقوم انا جاي عامل الليست النجة ديت بقى اللي هي النمبرز ديت، او ما انا جاي اعملها مين؟ اقوم جاي ضايفها للانت جريد اللي هي موجوده عندي. تمام. بس كده. فدي الفكره، كل السطر ده كله ان هو يحول النص اللي عندنا ده لليست جوه كل جوه الليست ديت، عباره عن مجموعه من الصفوف اللي عندنا ديت. تمام. طيب فبعد كده طبعا السايز اللي عندنا اللي هو عايزه مين؟ هو عايز اربع يعني اربع ارقام متجاورين، اربع ارقام ورا بعض. تمام. طب وبعد كده ديم جريد دي معناها الدايمنشن جريد او ابعاد المصفوف او ابعاد المستطيل اللي عندي. تمام. هو قال له كام في كام؟ قال لنا 20 في 20، فانا هحسبها بس عشان تبقى اوتوماتيك. تبقى كام؟ لين الانت جريد اللي هو عدد الصفوف اللي موجوده عندي في الانت جريد. تمام. وبعد كده بعد كده ماكس مال دي معناها مين؟ معناها اللي هو اكبر حاصل ضرب اللي هو عايز يوصل له. تمام. اللي احنا هنوصل له في الاخر خالص. طيب بعد كده هاجي بقى هعمل لوب حوالين مين؟ حوالين الصفوف والاعمده. طبعا انا ممكن استخدم انتجريد ديم جريد ليه في المرتين الاثنين في الفور لوب اللي فوق واللي تحت ليه؟ عشان هيبقى نفس العدد، ما هو 20 في 20 هي عباره عن يعني مربع يعني الطول قد العرض، فانا مش محتاج ان انا ايه استخدم حاجات مختلفه. تمام. فاستخدم ديم جريد عشان اعمل يعني اعمل لوب حوالين الرو. تمام. وبعد كده الكولوم. تمام. اللي هو الصف والعمود. طيب وبعد كده اللي هعمل بقى في ميثود اسمها ماكس اوف. تمام. الماكس اوف دي هدي لها ايه؟ هدي لها اللي هو المصفوفه اللي عندي او المستطيل او المربع اللي عندي اللي هو الانتجريت ده، هديه له كله. تمام. وبعد كده ادي لها العنصر اللي يبدا يبحث عنده. تمام. ادي لها العنصر اللي يبدا يبحث عنده، فادي له موقع العنصر ده بالنسبه للصفوف، وبعد كده الاعمده. تمام. يعني موقع ايه بالنسبه رقم يعني هو واقع عند رقم صف كام ورقم عمود كام. تمام. وبعد كده السايز اللي هو يعني عايز كام بقى، يعني عايز كام عنصر جنب العنصر ده، عايز 4 5 6 على حسب، فانا هدي له السايز اللي هو ده. تمام. بس فلما ادي له الجزء ده، هو يحسب لي بقى مين؟ هيحسب لي بقى اللي هو يعني اللي حاصل ضرب بالنسبه للعنصر ده، يحسب لي بالنسبه للعنصر ده حاصل ضرب العناصر الافقيه بتاعته، وحاصل ضرب العناصر الرأسية، وحاصل ضرب العناصر القطريه. تمام. ويرجع لي اكبر حاصل ضرب في المجموعه دي كلها. تمام. هيبقى هو عباره عن المال ده. تمام. بعد كده بقى هشوف انا طبعا الماكسيم، لو لقيت ان يعني حصل الضرب ده اكبر من الماكسيمم اللي عندي، تمام، هخلي الماكسيمم بيساوي حصل الضرب ده بس كده،
ونفضل شغالين لحد ما نخلص البتاع اللي هو السطور دي اللي كلها اللي عندنا ديت. طيب تعالى بقى نشوف مين الميثود اللي موجودة عندنا ديت اللي هي ماكس اوف ديت. طيب اول حاجة ماكس اوف. طيب طبعا الاندكس عندك الاندكس والسايز. الاندكس ده عبارة عن مين اللي هو زوج مرتب لكل من موقع الصف وموقع العمود، تمام؟ بالترتيب كده بتدي له رقم الصف الاولاني اللي هو موجود اللي هو اللي احنا حددناه هنا اهوت، رقم الصف وبعد كده رقم العمود، تمام؟ وبعد كده السايز اللي هو كميه الاعداد المتجاوره، عايز كام عدد جنب بعض، تمام؟ بس فبعد كده ايه، طبعا انت مستغرب وبتقول ايه ده، انت كاتب يعني حاطط كومنت او حاطط تعليق بالعربي ازاي عم تكتب الانجليزي والكلام ده كله. وصراحه يعني الواحد جه لما جه يفكر وانا بكتب الكود دي يعني استغربت جدا، لما جيت بصيت لقيت نفسي مش يعني سريع وبتكلم بالانجليزي بسرعه والكلام ده، انما لو ما اجي افكر مثلا بالكلام بالعربي بحيث ان انا اترجمه او اشرح لك بالعربي بحس في صعوبه. فصراحه الموضوع ده خوفني جامد جدا بجد، يعني دي حاجه رهيبه بجد، يعني ازاي ان انا اللغه الاصليه بتاعتي ولغه اهل القران ولغه القران اللي نزل بيها، وازاي ان انا ما اقدرش ان انا اتكلم ولا اعبر به، وبالعكس لا ده لساني اتعود اكتر على اللغه الانجليزي وبقيت بقدر ان انا افكر واكتب بسرعه بالانجليزي والكلام ده كله. فدي مصيبه فعلا، يعني انا كده بفقد نفسي وبفقد هويتي. انا عارف ان انا طلعت على بره عن الموضوع بس دي مصيبه فعلا، يعني محتاجه فيديو لوحدها، وان شاء الله انا هعمل فيديو عنها وهجيب لك مصادر واحكام وكل حاجه، وبقول لك دي مصيبه فعلا ان احنا فيه ان انت تتعظم اللغه تانية عن لغتك الام، لغه العربيه، ومش اي لغه كمان، ده اللغه العربيه لغه القران. فدي مشكله بجد يعني. فابسط حاجه خالص، بص على الفيديو ده، يعني الفيديو ده بيقول لك حرف اكس اللي هو بتاع اللي بيجي في الرياضه ده، حرف اكس ده ماشي، ليه المتغير اكس ده ليه دايما اي مجهول بنقول له اكس، ليه ايه اصله جه منين، ده هيوضحك وهيعرفك ان الاصل ده اساسا جه من اللغه العربيه ماشي. فيعني عارف الله ان احنا مقصرين، بس انا ان شاء الله هحاول اعمل فيديو، وان شاء الله بعد كده في اي فيديوهات ان شاء الله بعد كده هيبقى الكومنتات بتاعتي بالعربي. انا اساسا عامل القناه ديت عشان افيد العرب والمسلمين، مش عشان افيد اي حد او مثلا الغرب ولا الكلام ده. الغرب عندهم العلم وعندهم اللغه ان هم يقدروا يدوروا بنفسهم، تمام؟ انما انا عامل القناه ديت عشان افيد العرب والمسلمين، تمام؟ بس كده. فان شاء الله في كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله هيبقى الكومنت والتعليقات كلها في الكود هيبقى بالعربي، تمام؟ وطبعا لكل مقام مقال، فلو مثلا يعني في ظرف ان انا مضطر ان اكتب كومنت بالانجليزي هكتب، انما طالما انا مش مضطر بقى والكلام ده لا اكتب بلغه الام، تمام؟ انا مش مضطر، تمام؟ بس كده. فتعالى بقى نرجع بقى تاني. طيب بعد كده عندك مين؟ عندك ال HTML دي معناها ايه؟ معناها اللي هو حاصل ضرب العناصر الافقيه، تمام؟ فهنقول له جيت هوريزونتال، وايه جيت هوريزونتال، وهدي له نفس البتاع البارامترز او العناصر ماشي اللي موجوده عندي في الميثود الاصليه اللي هي ماكس اوف ديت، هدي لها الجريد وادي لها الاندكس وادي لها السايز. طب تعالى كده نشوف الميثود ديت. طبعا انا مش عارف افكر بالعربي فعلا، فتعالى نلغي ديت. طيب فاول حاجه مين؟ اول حاجه هندي لها الاندكس. الاندكس ده هنجيب منه مين؟ هنجيب منه الصف، رقم الصف ورقم العمود، تمام؟ وال HTML دي معناها مين؟ معناها حاصل ضرب العناصر دي، تمام؟ طيب بعد كده قلنا احنا ممكن هنا ممكن واحد مثلا يقول لك ايه، طب ماشي، طب ما انت ممكن مثلا تيجي عند مثلا عند النقطه ديت مثلا، يعني مثلا تيجي عند العنصر ده، فالعنصر ده مثلا رقم 91 ده مش هتلاقي جنبه اربع تلات عناصر تانيين، فممكن دي خطا. ما انت فالمفروض انت تعمل بقى ايه اف، او تعمل اف كونديشن او اي حاجه، او تعمل تراي كاتش او تراي اكسبت قصدي، او اي حاجه من الحاجات دي. اقول له لا، هو الفكره ايه؟ الفكره ان انت مثلا لو كانت عندك مثلا ليست ماشي، والليست دي مثلا بتتكون من خمس عناصر، وانت قلت له هات لي العنصر رقم 4 لحد العنصر رقم 10، هيديك العنصر 4 و5 بس ماشي، ومش هيجيب لك مش هيديك ايرور ولا هيديك اي حاجه. فده عشان كده احنا مش محتاجين نعمل تراي اكسبت او نعمل اف كونديشن او اي حاجه، مش محتاجين نعمل اي حاجه، لا اف شرط ولا اي حاجه، تمام؟ فدي حتى جربها انت مع اي ليست تانيه كده هتلاقيها مش هتديك ايرور خالص، تمام؟ فعشان كده طيب فاول حاجه احنا مش محتاجين طبعا، لان مش هنتجاوز طبعا اول حاجه رقم الصف، عمرنا ما هنتجاوز رقم الصف اللي موجود عندنا، تمام؟ الصفوف عمرها ما هنتجاوزها. طب ليه؟ ما عشان هنا طبعا الرو هنا عمره ما هيتجاوز، مش هيوصل مش هيعدي الصفوف الاصليه اللي موجوده عندنا في المصفوف، تمام؟ وبالتالي عمره ما هيطلع الرقم ايه اكبر من كده، تمام؟ احنا ما بنزودهوش ولا بنغير فيه، فيطلع لنا دايما الرقم ده صحيح موجود جوه المصفوفه بتاعتنا، وبالتالي مش هيدينا اي خطا.
تمام؟ انما اللي بنزود فيه وبنلعب فيه اللي هو رقم العمود، رقم العمود احنا بنغير فيه. طب وطبعا رقم العمود قلنا لما بنغير فيه ما بيحصلش اي مشكله، تمام؟ لو انت ووضحنا الكلام ده قبل كده. طيب فبعد كده هنشوف بقى مين، هنشوف بقى لو مثلا رقم العناصر طلع اقل من 4، لو طلع اقل من 4 هنرجع صفر، تمام؟ يعني هنرجع اللي هي ال اتش ام اللي هو مين حاصل ضرب الافق ده اللي هو هيبقى صفر، تمام؟ عشان طبعا احنا لو مش عارف لو هو ما بيساويش السايز اللي هو رقم 4، تمام، هو يبقى كده حصل ضرب صفر عشان ما فيش ما لقيتش 4 عناصر جنب بعض اساسا عند الرقم ده، تمام، وبالتالي هرجع صفر ملهاش ضروره، تمام. طيب وتاني حاجه اول هوريزونتال، اول هوريزونتال دي معناها ايه؟ معناها بتدور لو لقت عنصر، لو لقت عنصر جوه جوه العناصر ديت صفر هتدي لك فولس. اول معناها بتدور على العنصر جوه مصفوف، تمام، او جوه ليست، تمام. لو لقت رقم صفر هترجع لك فولس، لو لقيتهم كلهم اعداد صحيحه او كلهم ما بيساويش الصفر، تمام، فهترجع لك ترو، تمام. فده عشان اضمن برضك بدل ما اقعد مثلا اعمل فور لوب واعمل واحسب الحسابات ديت، لا من بدري بقى واطلع من بدري، تمام. وطبعا اتش مال ديت معناها تبقى برضك كلها هتبقى صفر من قبله، تمام، هي هتتغير اول ما اخش هنا، تمام. فيبقى اتش مال هنا بيساوي 1، وبعد كده طالما بقى طلع ان فعلا عدد العناصر بيساوي 4 او بيساوي السايز اللي عندي، وطلع فعلا ان كل العناصر اللي جوه اعداد غير صفريه، تمام، فبالتالي هخلي ال اتش مال او حصل الضرب الافقي بيساوي 1، تمام. وبعد كده هخلي مين، هاجي بقى عند كل رقم من دولت اقوم جاي ضربه في ال اتش مال، ماشي، بس كده. وبعد كده ارجع ال اتش مال بقى بتاعتي كده حصل ضرب الافقي، تمام، لاي عنصر، وكده الحمد لله خلصنا من الجزء ده، تمام. طيب تعالى بقى ايه عايزين نشوف بعد كده، هو قال لك مين، قال لك الفي مال، الفي مال دي حصل ضرب العمودي، تمام، او الرأسي. طب فهنقول له مين، هنقول له جيت فيرتيكال، وهتاخد نفس برضك نفس مين، نفس المتغيرات او نفس البارامترز اللي عندنا، تمام. طيب بعد كده هنعمل نفس الكوب بالظبط، هنقول له الرو والكولوم، وبعد كده الفيرتيكال هنخليها، الفيرتيكال دي عباره عن مين، عباره عن عدد العناصر العموديه، العناصر الرأسيه. اول حاجه الفي مال، الفي مال هنخليها 1. ليه بقى هنخليها 1؟ عشان لما نشوف بعدين هنا في الكود ده هتلاقي ان احنا عملنا شويه كونديشنز وشويه شروط وحاجات كده، بحيث ان هي لو حصل اي شرط مخل او اي حاجه هترجع لنا صفر من غير ما تكمل بقيه الداله ولا تعمل اي تغيير، تمام. فعشان كده احنا ممكن نحط هنا الفي مال بيساوي 1، تمام. طيب بعد كده احنا هنا بقى محتاجين نستخدم مين، محتاجين ان احنا نستخدم جمله استثناء اللي هو تراي كاتش او تراي اكسبت، معلش تراي اكسبت، تمام. ليه احنا مستخدمينها؟ هقول لك، عشان احنا هنا لو جيت بصيت هتلاقي ان احنا بنزود على عدد عناصر مين، الصفوف، تمام. فانت ممكن مثلا تيجي عند العنصر اللي هو كام، تيجي عند العنصر اللي هو رقم 20 دي مثلا ولا حاجه، تقول له مثلا يجي بقى يعد بعده 3 عناصر تانيين، فهيعد 20 20 واحد، وبعد كده يجي يبص على العنصر رقم 4 ما يلاقيش، فيدي لك ايرور، هيدي لك خطأ، عشان هو مش لاقي الصف من اساسه. انت بتقول له هات لي الصف اللي هو رقم 20 وهو اساسا اخره رقم صف رقم 19، تمام، فدي هيديك خطأ، تمام كده. طيب فتعالى بقى هنا، فعشان كده احنا لازم نحطها في تراي اكسبت، بحيث لو حصل اي خطأ نرجع له صفر، نقول له اساسا مفيش اربع عناصر رأسيين ورا بعض كده، تمام، فترجع له صفر على طول، تمام. تاني حاجة بقى هنجيب العناصر دي ازاي، هنجيب العناصر الرأسية دي ازاي. اول حاجة هنيجي عند، هعمل فور لوب، تمام، بعدد مين، بعدد السايز او الاعداد اللي انا عايز اخليها رأسية جنب بعض، يعني عايز 4 عناصر 5 عناصر 6 عناصر رأسيين ورا بعض ولا كام عنصر، فدي السايز بتاعي، تمام. وبعد كده اقول له جريد رو زائد اي، وبعد كده كولوم. هو المفروض ان انا عايز اثبت، هثبت مين، هثبت العمود وغير الصفوف. لو انا عايز رأسي هثبت العمود وغير الصفوف، لو انا عايز افقي لا بثبت الصف وغير العمود، تمام. فهو دي الفكره اللي انا عملتها، ثبت مين، ثبت العمود بس بغير الصفوف، تمام. والصف كل مره هزود عليه بقى ايه، هزود عليه رقم اي دي، طبعا الاي هيبدا من صفر، تمام، فيبقى الرقم دي معانا، وبعد كده يفضل يغير وهكذا، تمام. وبعد كده بقى تعالى بقى هنا هنشوف انا عملته هنا بيساوي الاليمنت، العنصر الناتج ده قلته خليته بيساوي المتغير اليمنت، تمام. فانا هشوف المتغير دي لو طلع بيساوي صفر هطلع من بدري بدل ما ابحث عن باقي العناصر ولا كده، لا هطلع واقول له ريتيرن صفر، تمام، عشان كده كده حصل ضربهم بقى ايه، هيساوي صفر، فما لهاش لازمه وجع القلب من اول، تمام.
لو ما حصلش اي حاجه من الحاجات ديت خلاص هخلي الفيرتيكال بيساوي، هخلي الفيرتيكال ايه يضيف العنصر ده عليه، تمام. بس كده كده بقى ايه، كده خلصنا العناصر اللي هي مين، العناصر اللي هي الرأسية. فاضل بقى ان انا اضربهم بقى، تمام. طبعا احنا هنا مش محتاجين بقى لا اف ولا اي حاجه، ولا محتاجين ان احنا نعمل شبه مثلا ما عملنا في الهوريزونتال لما احنا جينا عملنا الجزء ده، مش محتاجين نعمل. ما هو ليه؟ ما هو عشان اول حاجه لو لان الهوريزونتال ده عمره ما هيبقى بيساوي، عمره ما هيبقى اقل من السايز. ليه؟ عشان هنا لو طلع اقل من السايز هيحصل ايرور، هيحصل ايرور. ليه؟ ما هو لو مثلا كان شبه ما قلنا مثلا هنا في العنصر ده، العنصر ده رقم 20، لو احنا جينا مثلا زودنا مثلا وجبنا اربع ثلاث عناصر بعده هيديلك ايرور، وبالتالي هيطلع من بدري، تمام. وبالتالي عدد العناصر المصفوفه اللي هنا هيبقى اقل من الاربعه. بس احنا اساسا طلعنا من المصفوف، احنا طلعنا من هنا، احنا بسبب السطر ده هو هيطلع لنا ومش هيدينا اي ايرور، او مش هيدينا ايه، مش هيحتاج ان احنا نعمل اف ولا اي حاجه، تمام. يا رب تكون فاهمني. بس طب تاني حاجه، اول هوريزونتال، اول هوريزونتال برضك مش محتاجينها. ليه؟ عشان طبعا كل العناصر المصفوفه لو فيها اي عنصر بيساوي صفر اللي هو السطر ده هيطلع، تمام، هيرجع لك صفر، هيطلع من الداله كلها، تمام، من الداله كلها. طيب وبالتالي احنا مش محتاجين هنا اي جمله شرطيه ولا اي حاجه عشان ان هو ايه ما يديناش ايرور ولا يدينا نتائج خطا. لا، هو احنا كل حاجه الحمد لله احنا ظبطناها هنا، تمام. طيب بعد كده بقى هنيجي على كل عنصر في الفيرتيكال ونضربه في بعضه، وبعد كده نرجع له مين، الفيرتيكال مالتيبليكيشن او حاصل ضرب العناصر العموديه، تمام. بس كده كده خلصنا مين، العناصر العموديه. فاضل بقى الدياجونال. الدياجونال بقى هو اللي ايه، في فكره شويه، في فكره خلي بالك منها. بص يا سين، هو قال لك ايه، الدي مال معناها الدياجونال او القطري، ماشي، حاصل ضرب العناصر القطريه، هدي لها نفس العناصر بالظبط برضه، تمام. وبعد كده، بعد كده نفس الكلام، هجيب الرو والكولوم، ماشي، اللي هو الصف والعمود، تمام. عندك بقى الام دياجونال والاس دياجونال. ام دياجونال واس دياجونال دي معناها ايه؟ الام معناها مين دياجونال او القطر الرئيسي. طب والاس دياجونال دي معناها مين؟ الاس هنا معناها سكندري دياجونال او الثانوي، العنصر الثانوي او القطر الثانوي. طيب ايه شكل الاقطار ديت؟ طيب ايه شكل الاقطار ديت؟ بص، لو احنا جينا وقفنا عند رقم 8 دي او اول عنصر ده، عناصر القطر الرئيسي هتلاقي العناصر دي، تمام، هي دي عناصر القطر الرئيسي. طب فين بقى عناصر القطر الثانوي؟ طبعا ما لهوش عناصر القطر الثانوي، تمام، عشان ما فيش عناصر على ايه، على شماله كده. طب تعالى مثلا ناخد المين، ناخد العنصر ده عند الصفر هنا كده، هتلاقي عند الصفر عناصر القطر الرئيسي فين؟ اهي. طب عند هنا عناصر القطر الثانوي فين؟ اهي، ده عناصر القطر الثانوي. طبعا في حاجة برضك مهمة انا عايز اوضحها لك، ان القطر الرئيسي والقطر الثانوي لو انت كنت مثلا فاكر الرياضة بتاعت ثانوي والكلام ده كله هتلاقيهم متبدلين، تمام. لو انت يعني هتلاقي ايه، هتلاقي ان القطر الرئيسي ماشي هنا، هتلاقي في لو كانت ديت ارقام عربية، هي اساسا مش ارقام عربية، هي ارقام هندية، بس احنا معرفش احنا بنتعامل بيها ليه والله، بس هي يعني ايه، يعني دي اللي احنا درسناها، يعني الارقام اللي احنا كنا بندرسها اللي هي الارقام المفروض يعني تبقى عربية، تمام. انما الارقام اللي احنا شايفينها ديت هي الارقام العربية الحقيقية فعلا، يعني ودور عن الكلام ده هتلاقيه حقيقي، تمام. فالفكرة ان هو لو احنا في الارقام الهندية اللي احنا بنكتب بيها اساسا يعني، تمام، في الارقام الهندية هتلاقي ان القطر الرئيسي هو عبارة عن القطر ده، تمام، والقطر الثانوي هو عبارة عن القطر ده، تمام، فهو مقلوب، تمام. واحنا طبعا احنا هنشتغل بالارقام اللي هي العربية، الارقام اللي احنا شايفينها دلوقتي على الشاشة هي دي الارقام العربية الاصلية، تمام، فاحنا هنشتغل بيها. فهو القطر الرئيسي شبه ما اتكلمنا قبل كده اللي هو عبارة عن الجزء ده وعبارة عن الجزء ده، تمام، بس كده. طيب فالفكرة انا لما جيت حليت المسألة في الاول خالص نسيت خالص ان في قطر ثانوي كمان محتاج ان انا ابحث عنه، يعني انا كنت شغال بس ايه، قلت ابحث عن القطر الرئيسي بس، ماشي، ومفيش قطر ثانوي، كنت نسيت خالص ان في قطر ثانوي لازم ابحث عنه كمان، يمكن يكون حاصل الضرب بتاع القطر الثانوي اكبر من حاصل ضرب القطر الرئيسي، تمام، وبالتالي ده برضك يعني ايه عطلني شويه، تمام. فبعد كده تعالى بقى نشوف هنعملها ازاي. فاول حاجه انا هعمل هعمل مين، هعمل فور لوب، تمام، طبعا بالسايز، ماشي، وبعد كده هاجي بقى على القطر الرئيسي، تمام، القطر الرئيسي هضيف له مين، طبعا لو انت عايز تجيب القطر الرئيسي يعني انا واقف عند العنصر ده فانا محتاج ازود على الصف واحد اهوت، فانزل الصف اللي تحته وازود على العمود كمان واحد، فانزل اروح للعمود اللي بعده فيديني العنصر ده. نفس الكلام هاجي هنا ازود عن الصف بتاعه اتنين
وبعد كده ازود على عمود 2 فيديني الصف ده، تمام العمود ده. طب نفس الكلام ازود على الصف 3 وبعد كده ازود على العمود 3 فيدينا العمود بتاع الرقم ده، وهكذا يعني. فدي الفكره، تمام. العكس بقى من فين؟ في القطر السنوي هتيجي مثلا هنا، هتيجي هتزود على الصف 1 وتنقص من العمود 1، تمام، فيديك العنصر ده. هنا تزود على الصف 2 وتنقص من العمود 2 فيديك العنصر ده، وهكذا يعني، تمام. فدي الفكره بقى. فالفكره ان احنا في القطر الرئيسي هنزود الصف ونزود العمود، تمام. فيبقى هنا هنزود على الصف 1 الاي ونزود على العمود الاي، تمام، ونضيفه لمين؟ الام دياجونال ده او القطر الرئيسي، تمام. لو حصل بقى اي خطا، بحيث مثلا ايه، لو احنا مثلا كنا في العنصر ده، مثلا العنصر ده، تمام، فلما رقم 35 ده، فرقم 35 لو انت جيت مثلا جبت القطر الرئيسي بتاعه هيجيب لك 71، وبعد كده لما يجي ينزل للصف اللي بعده مش هينفع، فيديك ايرور، هيقول لك صف رقم 20 ده مش موجود اساسا، فيديك ايرور. طالما ادالك ايرور بقى، هخلي مين؟ هخلي الام دياجونال دي بتساوي صفر، تمام، تمام او طيب. وبعدين بعد كده يا سيدي، اما انت الاس دياجونال هيبقى نفس الكلام، هنزود الصف بس هننقص العمود، تمام. ونفس الكلام برضك لو حصل اي خطا، عشان انا بزود صفوف طبعا، تمام، فهنخلي الاس دياجونال بيساوي صفر، تمام. وبعد كده عندك مين؟ عندك اللي حصل ضرب عناصر القطر الرئيسي وحصل ضرب عناصر القطر الثانوي، تمام، الام والام مال والاس مال، تمام. طيب فاول حاجه انا طبعا قسمتها، انت ممكن تعملها في سطر واحد بس انا قسمتها عشان تبقى حتى ايه قراءتها اسهل، تمام. فانا هشوف عدد عناصر القطر الرئيسي، لو بيساوي السايز وما فيهاش اعداد صفريه، تمام، خلاص نضربهم في بعضهم. نفس الكلام هطبقه على القطر الثانوي، تمام، بس. وبعد كده في الاخر خالص هرجع مين؟ الماكسيمم اللي هو اكبر حاصل ضرب في الاثنين، ماشي، اقارنهم واجيب اكبر واحد فيهم وارجع بس كده. فدي حصل دي مين؟ جيت دياجونال. دي هو الفكره الوحيده يعني ايه، واللي خدت مني شويه وقت، تمام، بس. فبعد كده بقى احنا طبعا كده جبنا حاصل ضرب العناصر الافقيه والرأسيه والقطريه، تمام، وهنرجع اكبر حاصل ضرب موجود فيها، تمام، فهنرجع الماكسيمم بتاع الماكسيمم اللي فيهم او اكبر واحد فيهم بس كده، تمام، بس. فدي يبقى ايه، دي الناتج بقى بتاع دي الناتج اللي احنا عايزين نوصل، تمام. تعالى كده نشوف، بسم الله، اول حاجة نحط هنا، تمام. فالحمد لله كده الحل صح، الحمد لله كده تمام زي الفل او تمام كده، الحمد لله حلنا المسألة. طيب في حاجة كمان برضك كنت عايز اوضحها لك، ان اللغة بتاعتنا المفروض ان احنا نبقى فخورين بيها، يعني مثلا هنا يعني ايه، عبارة عن ريبو موجودة على جيت هاب موجود هنا، يعني واخد 1200 ستار، تمام. يعني شوف هنا لما بيبص على الكومنتس الموجوده هنا كلها ياباني، يعني الكومنتس موجوده ياباني، وهنا الكلام هنا ياباني والكلام ده. فليه احنا ما نبقاش فخورين بلغتنا شبههم فخورين بلغتهم والكلام ده كله؟ انا طبعا مش عايز يعني اطول مده الفيديو اكتر من كده، وان شاء الله انا زي ما قلت لك هعمل فيديو بيوضح الكلام ده كله وعن اللغه العربيه وفائدتها، وان احنا لازم نكون فخورين بلغتنا، تمام، بس كده. فيا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، وشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.